وهذه المشاهد الخاصة لآثار الدمار في مستشفى الخير الذي كان محاصرا بدبابات الاحتلال غربية خان يونس. ونتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من داخل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بعد 10 أيام من حصار الاحتلال. هذه إذن الصور التي وردتنا قبل قليل من داخل مستشفى ناصر بخان يونس. إذن الاحتلال يحاصر مستشفى ناصر منذ 10 أيام، وهذه المشاهد التي وردتنا قبل قليل من داخل المستشفى بعد حصار دام 10 أيام قبل تراجع قوات الاحتلال عن محيط المستشفى. لحظة